نعود إلى شيماء، هي تركت سؤالها بالكنترول وبتقول إنها بتقطع في الصلاة، وبتقول كمان إيه الذكر اللي أنا أقوله عشان أقدر إن أنا أواظب على أداء فرض الصلاة. يا شيماء، علي ديون طبعا لفوائد الصلوات اللي فاتتني، لابد الإنسان دائما أبدا ما يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قصر في القيام به من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان إنه يقوم بها. فبالتالي بحسب حسبة تقريبية لكم الصلوات اللي فاتتني، ببدأ في كثرة الاستغفار، وطبعا طالما أنا عندي ندم حقيقي في قلبي هيدفعني إلى كثرة الاستغفار، وهيدفعني إلى قضاء الدين الذي علي من هذه الصلوات الفائتة اللي فاتني أدائها. ده جانب. الجانب الثاني، عقب كل صلاة قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هننزل الدعاء على الصفحة، وكل الأدعية اللي بنقولها بننزلها يعني تباعا على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة.